بسم الله الرحمن الرحيم. وفي جريج والفتى الذي اعتقل لسانه رقيقة للمنتقل احذر عقاقي إن في احذر عقاقي عقاقي، احذر عقاقي. احذر عقاقي إن في عقاقي للدين والدنيا مع الحلاقي لا يدخل الجنة ذو إيمان ذو إدماني ذو إدمان خمر ولا عق ولا منان وجا ذهاب نور من بت ذوي ود أبيه في حديث نبوي لا تحتقر شأنهما لما يقال تسببا لك بأمر ذي زوال فهو وإن حكاه في الحاكي فيه الحاكي فلا صغار فيه للشباك. ما هو ابتداء الدرس؟ وفي جريج والفتى وفي جريج والفتى الذي اعتقل لسانه رقيقة للمتقي. اللهم صل على محمد. احذر عقاقي إن في عقاقي للدين والدنيا مع حلاقي لا يدخل الجنة إدماني خمر ولا عق ولا عق ولا منان وجا ذهاب نور من بت ذوي ود أبيه في حديث نبوي لا تحقرا شأنهما لما يقال تسبب لك بأمر ذي زوال فهو وإن حكاه فيه الحاكي فلا صغار فيه للشباك. الله انتهينا. نعم. وفي جريج، جريج معروف قصته في حديث مسلم، كان رجل، وسنختصرها لأن القصة طويلة، كان رجلا عابدا من بني إسرائيل، عابدا اعتزل الناس رهبان، ما ولي من أولياء الله تعالى يعبد الله تعالى، لا يخالط الناس أصلا. فجاءته أمه، والحديث أصله في صحيح مسلم، جاءته أمه وقالت له يا جريج في أثناء الصلاة، فقال يا ربي أمي أو صلاتي وكما هو، فاستمر على صلاته. ثم جاءته ثانية في مرة أخرى وجدته يصلي، رجل منقطع للعبادة، منقطع للعبادة، وهو طبعا ليس عاقا طبعا بلا شيء، قال يا ربي أمي أو صلاتي، هل أقدم أمي أجيبها أو أقطع صلاتي؟ فاستمر على صلاته، لم يظهر له أن يقطع صلاته. ثم في الثالثة جاءت وكان ابتلاء من الله تعالى، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميسات، مميسات الزانيات، وهذا شيء عجيب. فتذاكر الناس عبادة جريج وما هو فيه من البعد عن الدنيا والقرب من الله تعالى. فجاءت امرأة بغي وقالت ابنة تريد أن تفتنه، هذا حسدا الناس، الناس من كل الزمان، من بدء الزمان إلى آخره طبيعة الحسد. فقالت لهم زانية أنا جميلة أنا سأفتنه، فتعرضت له وتعرضت له وما بال به أصلا، ما فكر عنها. ثم جاءت إلى راع بجنبه ومكلته من نفسها وزنت به وولدت منه ولدا وقالت هذا من جريج. فجاء الناس وهدموا صومعته، معناها بنايته الخاصة التي يعبد الله تعالى فيها، وأنزلوه حتى رأى، تحقق دعاء أمه، رأى وجوه الزانيات. فجاءت هنا دعوة أن الولية، ولو وليا لا تمنعه ولايته من أن تنزل به عقوق، أن تنزل به عقوق، تنزل به مصيبة العقوق. وهناك جاءت كرامة جريج أيضا، ولكن مع ولايته حقق الله تعالى دعوة أمه، فما مات حتى رأى وجوه أمه. هذا الشيء كان أبعد شبه المستحيل، كيف جريج ولا يرى أي أحد، منقطع للعبادة في صومعته، راهب، هذا راهب، يعني ما عنده عمل، راهب من بني إسرائيل أولين، هذا لا عمل له غير العبادة، العبادة. فهمت؟ فجاء جريج
ونخس الابن قال من أبوك يا شيخ؟ قال دعوني حتى أصلي ركعتين، وصلى ركعتين ونخس وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي الفلان. فتحققت دعوة أمه، وقال العلماء هنا لن يمنع جريجا ولايته وصلاحه من أن تنزل به عقوبة العقوق مع ولايته، وهذا حقيقة شيء صغير، وما كان ناويا لشيء. لذلك يقولون في خبر ولا أدنى صحته، لو كان جريج فقيها لقدم أمه، وهذا قدمناه ماضيا، ما لم يكن أصم أعمى من دعا من والدي ابنه وإلا قطعه خاف غضبهما الشديد، لأن النافلة يختلف العلماء فيها هل يجب إكمالها ولا يجب إكمالها. وهذا قدمناه ماضيا، وارتكب الأخف من ضرين وخير الذي استواه هذين، كما قال سيد عبد الله بن حاج إبراهيم في مراقي السعود رحمه الله. نعم، فهذا جاءت في جريج والفتى الذي اعتقل لسانه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صحابي، كان صحابي يؤمن بالله ورسوله ويعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث ذكره ابن حجر الهيتمي في الزواجر في اقتراف الكبائر، الزواجر على اقتراف الكبائر، كتاب اسسه للتحذير من الكبائر. الزواجر كتاب كامل معناها الزواجر، ما يزجرك يمنعك عن ان تفعل الكبائر، الزواجر عن اقتراف الكبائر. زجرهم معناها رده ردا قويا، زجر ليس منعا فقط، زجر. قال ان هناك كان شابا وكان للاسف غير بار بامه، ولكن الله سبحانه جل جلاله تلافه برحمته بواسطه الرحمه المهداه للكون كله صلى الله عليه وسلم. فلما حضرت الموت وصار الصحابة يقول له قل لا إله إلا الله فلا يقدر عليها، هو يخاطب في كل شيء عقله سليم وكل شيء ثابت. فخاف الصحابة عليه فأرسلوا رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم فكلموا قال إن هناك شابا وقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقول. قال هل كان يقول؟ قال نعم يقول، هو نعم هو مسلم كان. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع إليه وبنفسه صلى الله عليه وسلم رحمة، فلما جاء قال له يا شاب قل لا إله إلا الله، قال لا أقدر عليه، هو يعرف أنه رسول الله ما عنده أي شك مهلا. قال ماذا الذي يمنعك منه؟ قال عقوق أمي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه جاء فحضرت في ذلك الوقت، فقال ابنك هذا؟ استفهام. قالت له نعم. قال أرأيت لو أن أججنا نارا وجعلناه فيها، هناك نار أمامه، أترضين؟ أتسمحين؟ قالت إذن أرضى، لا أريد به أن يدخل النار. فقال إذن فأشهدي الله تعالى وأشهدينا أنك رضيت له. فقالت أشهد الله تعالى وأشهده أني رضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهى ومات. الذي كان يمنعه من قول لا إله إلا الله هو عقوق أمه، لأنه وسأله ابتداء قال ما الذي منع؟ قال عقوق أمه. هو هذا من أسباب سوء الخاتمة، هو عقوق الوالدين وعقوق المشايخ هذا من أسباب سوء الخاتمة، هذا معروف لا شك في ذلك. هذا الشاب ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة، ولما صلوا عليه ودفنوه في قبره وقف على شفير القبر، على حاشية القبر، على حاشية. قبل أن ينصرف أصحاب الجنازة وقال يا معشر المهاجرين والأنصار، من قدم زوجته على أمه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويرضيها برضا الله تعالى في رضاه. قد تقدم لك بالحديث الذي رواه الحاكم وصححه أنه رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وفي جريج والفتى الذي اعتقل لسانه رقيقة لمن ينظر بعين البصيرة، لمن ينظر بممتغل معناها له مقلة عين، لكن هنا مراد بها بصيرة قلبية فإنها لا تعمل أبصاره، ولكن من ينظر ويعتبر فيه موعظة كاملة. هذا جريج ولي من أوليائه تعالى، وهذا الصحابي كان سيختم له بسورة.
الأمر ليس بالسهل، ليس بالسهل، ليس بالسهل. عقوق الوالدين أجارنا الله وإياكم منه، وهو منتشر من المسلمين الآن، خصوصا لما يتزوج الرجال خلاص هذا نهائي، خلاص انتهى الأمر. أمر قضى الله تعالى به على، وهي من أشراط الساعة كما قدمنا، أن يعق الرجل أمه ويطيع زوجته، وأن يعق الرجل أباه ويطيع صديقه، هذا معروف. لأن يعني كل احترامات للزوجة والأولاد والتفكير والليل والنهار وشراء السيارة وشراء الدار وشراء الملابس وشراء الفساد كله، والأم مسكينة والأب هما الوالدان يعاني من كل ما يعاني. هذا هو الحال، تعرف؟ نعم تعرف بالضبط، تعرفه. أي كلها اختصارات، هي قصص طويلة. نعم. احذر أخاك، احذر، خف، أعلم أن العقوق من أسباب سوء الخاتمة، وكذلك أيضا فيه للدين والدنيا مع الحلاق. فنحن قدمنا كلام العالم العامل سيدي بن حين، فأقول للشيخ هذا قال يبتلى بقصر عمره، يقع في محافظ النسيان، ينسى ما كان يعلم، وكل عند موته اللسان، معناها يختم له بسوء الخاتمة. فهذا هو الذي يرى. فإذا كان مع الشيخ فما بالك بالآباء. احذر عقاقي، إن في عقاقي للدين والدنيا مع الحلاق، فيه حلق، حلاق معناها حلق، حلاق تعريف الحلاقة، معناها إزالة الدين والدنيا معا. فلذلك قال القنون قل ما ينجح للعاق أمر، قل ما معناها لا، أنا قلت لك ماضيا قل تكون للتغليف، إذا وصلت بها ما كانت بمعنى لا، لا ينجح للعاق أمر ديني ولا دنيوي ولو بلغ ما بلغ. ولذلك مثلا سيأتيك والعاق لا ينفعه شيخ في هذه مطهرة القلوب، في مطهرة القلوب العاق لا ينفعه شيخ، العاق لا ينفعه شيخ ولو بلغ ما بلغ حسب ما رأى، حتى ولو بايع عمر بن الخطاب لا ينفعه. وقصته صحابي ماضية واضحة، وهذا كان صحابيا، الفتاة الذي حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي في هذا الدرس لا يدخل الجنة ذو إدمان، لا يدخل الجنة ذو إدمان خمري، في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا عاق لوالدي ولا نماء، ولا نمام، من يمشي بالنميمة بين الناس. نمام. وجاء ذهاب نور، وجاء ذهاب نور من بتذوي، وجاء ذهاب، جاء في خبر أن من قطع أهل ود أبيه بعد أن يموت يذهب نوره يوم القيامة، يكون ينقطع نوره، من قطع ود والديه قطع الله نوره، كان في القرآن في الحديث في الخبر، جاء في الخبر أن من قطع أصحاب أبيه في الخير، معناه كان له صديق في الخير فقطعه، لم يصله، لم يحترمه، أن الله تعالى يذهب نوره يوم القيامة. أمر الوالدين عجيب جدا. ود أصدقاء، ود أنا صديق الأبي، صديق الأبي. في الحديث الصحيح الذي تقدمنا ماضيا، إن من أبر البر أن يصل الرجل ود أهل أبيه بعد أن يولد، وقدمنا قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. لا تحتقر شأنهما، لا تحتقر شأنهما، لا تحتقر شأنهما. هناك مسألة يغلط فيها كثير من الناس، خصوصا من انتسبوا للتصوف في هذا الزمان، عندما يبايع الإنسان شيخا يعتقد تقديمه على والده، وهذا خطير جدا. فالعلماء صدرت مسألة من الإمام الغزالي وجمع من العلماء أن الشيخ المربي أعظم حقا من الوالدين. المربي، المربي معناه الذي علمك الدين وصفاك، يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المالك، ولكن هذا القول غير صحيح، وهذا هو الذي يرد عليه محمد مولود وأكثر العلماء، يقول لا تحقيرا شأنهما لما يقال عن بعض العلماء، وهذا معروف، تسبب لك الوالدان في أمر زائل وهو الدنيا، وتسبب لك الشيخ في أمر دائم وهو الآخرة، وهذا صحيح، ولكن لولا الوالدين هل أنت ستوجد؟ شرط مقدم على المشروط.
لولا الوالدان أنت ستجهل حتى يتسبب لك الشيخ في الأمر الداعي. هذا اللي يرد عليه. وأيضا لا قياس مع النص. هو النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل من أحب ما حق الناس بصفتي؟ قال أمك 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 أبوك. من هذا قياس في محل النص لا يقبل. هذا معروف. إذا كان النص موجودا فالقياس لا دخل له. فهمت؟ يكون هذا هو رأي ومقبول عقليا ولكن النص لا يقبله. لذلك أحمد مولود في نظم له آخر يقول وكون حق الشيخ من حق الأبي أقدم أعظم لم أجده في قول النبي ولم أجده في الكتاب المحكم ولم يكن ظهر لي في الحكم. لم أجده في قول النبي ولم أجده في كتاب الله تعالى ولم يكن ظاهر أيضا في العلة الحكمة. هذا هو دور بين العلماء. فقنون وكثير من العلماء شهروا تلك القولة ذكروا أن الشيخ عام ولكن هذا هو المصح. وإن كان الشيخ عقوقه من أسباب سوء الخاتمة ولكن لا 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 العاقل ينظر إلى الميزان الشرعي. أنا أقدم والدي ولكن لا أعقو شيخ. هذا أمر سهل يعني جدا قد أجمع بينهم. كما أن الأمة أقدم من الأب فهذا لا يؤدي إلى عقوق الأب. هذا الأمر سهل جدا. الشريعة ولكن هذا قوة. عندما تنظر الشرح بين الوالدين للشيخ محمد الحسن الخطيب كثير من العلماء كقنون وغير قدم ولكن هو غير مشهور. لما يقال تسبب هذا هو تسبب لك في أمر زائم هو الدنيا لأن هذا أبوك يقول الطيني وذلك أبوك الروحي الشيخ. وطبعا هو معقول ولكن هذا الصحيح هو تقديم الوالدين. ولذلك قلت لك المراد الحاج كان له تلميذا كما قلت القصة كان جالسا بجنبي وقال أحد من ينتسب إلى التصوف هذا زور أيضا صوفيا الآن متصوفا الآن هؤلاء لا يعلمون أحدا شيئا أصلا حتى يكون شيخا. هذا ليس شيخا هذا فقط اسم بلا مسمى فقط مبايعة وإعطاء المال لا شيء غير ذلك ولا يعلمونه أي شيء. ابن عاشر قال يصحبه شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا ما رأه ويوصل العبد إلى مولاه. أين هذا الشيخ في هذا الزمن؟ كما قال أحد أعلام شنقيطة والشيخ في هذا الزمان الحاضر ليس كما ذكر في ابن عاشر. والشيخ الآن الشيخ الطريقة الآن لا فائدة فيه هو تضييع وقت تضييع وقت تضييع وقت تضييع وقت. يعني كتب الشيخ من المراط الحاج في الرد على متصوفات هذا الزمان كتابا يعني أفاد فيه وأجاد وأكثر النقول عن سيد أحمد زروق وغيره من علماء الأمة وحسم المسألة فقط إنما هو ضلال وإضلال. وسيد الإمام الغزالي قال عز أن يوجد في هذا الزمان شيخ عز ما لا يوجد وإن وجد فلا يوجد طالب نافع لأهل. سيد أحمد زروق قال انقطعت الطريقة كلهم قال لك أروح فقط الآن خرافات تضيع وقت. طوائف كلها الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اعتزل الفرقة كلها يا تريد الخير اعتزل السلبية واعتزل المتصوف واعتزل هذه الأحزاب كل ما يسمى اسما والتبليغ و و و و لا تترك اسما إلا ما تركته. اعتزل الفرقة كلها أسماء بلا مسميات. فهو وإن حكاه في هذا حكاه في بعض العلماء فهو وإن كان قال به بعض العلماء فلا صغار فيه. لا تلتفت لا صغار فيه للشباك عندهم مثل يقول لا صغار للشباك الحجرة النبوية معناها فاعلم أن حق الوالدين أعظم من ذلك. هذا صحيح ولكن إذا نظرنا بذلك فكان حق الشيخ هكذا ومن أسباب سوء خاتمة عقوقه وينسى الإنسان عندما يسيء الأدب عليه و لكن فوق ذلك الوالدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مراد الحاج قال له شيء تلميذه قال فلان إنه يا ناداه شيخه وناداه أبوه سيقدم شيخه وقال لا إذا ناديتك قدم أباك إذا ناديتك قدم اللهم صل. هذا هو الشيخ العالم هذا هو الشيخ العالم أو يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه يقيه في طريقه يقيه في طريقه المهالك. أي مهالك هذا عقوق الواسع.
يذكره الله يرى. وشاهد المراد الحاج يأتي الشاب هنا من أمريكا في الشارع مدخل حشاش ولما يراه يبكي، أنا رأيت بعيني. يصحبه شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه، يوصل العبد إلى مولاه، يوصلك إلى الله تعالى. يكون خير جلسائكم من ذكركم الله وذكرتكم الله ويذكركم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا وقلنا، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولنا وصلنا وفينا وصلنا. اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم لا من يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغجره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقل الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في عليه، اجعل خرامارنا وأخره، اجعل خرامارنا وأخره، اجعل خرامارنا وأخره، خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا أيامنا نلقاك بها رحمه. اجعل خير عملي خير عملي خواتيم خير عملي خواتيم خير جميع ملقاك به. اللهم صل على محمد النبي عليه الصلاه والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربك رب العزه عما يصفون. السلام عليكم.